فاسألوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى، وهو قول الحق. ودائما أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ شعبان درويش معنا في برنامج الفتاوى. مرحبا بك شيخ الكريم. اهلا استاذ احمد، حياكم الله. ربنا يحفظك ودايما بتنورنا وبتنور قناة النبي. شيخنا الحبيب ومشايخنا وجميع مشاهدينا الكرام، امور العباده يعني امر خاص وامر تعبدي، يعني بعض الناس ربما هم في صلاتهم وهم في عباداتهم لا يحسنون الصلاه ولا يحسنون الوضوء ولا يحسنون الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وترد لنا أسئلة كثيرة، منها أن بعض السيدات يصلين في ملابس تكشف القدم والذراع، فما حكم هذه الصلاة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في البداية طبعا أستاذ أحمد، يعني أذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات إلى أن الله عز وجل افترض علينا العلم قبل القول والعمل. فإذا شاء المكلف أن يصلي فلابد أن يتعلم ما يجب عليه أن يتعلمه من أحكام الصلاة، وكذلك إذا أراد أن يحج أو أن يعتمر فعليه أن يتعلم ما يجب عليه أن يتعلمه مما افترضه الله عز وجل عليه في الحج والعمرة، وكذلك في الصوم، وكذلك في الزكاة، وكذلك في سائر الأعمال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول عليه صلوات الله وسلامه: خذوا عني مناسككم، ويقول عليه صلوات الله وسلامه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله: طلب العلم فريضة فيما أوجب الله عز وجل على المكلف، ومستحب فيما استحب للمكلف، ومسنون فيما استن للمكلف. فطلب العلم درجات، أوجبه ما ينبغي أن نتعلمه لنأتي بفرائضنا على الوجه الأكمل، خاصة الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم أو ما شابه ذلك. ومن هنا أقول في هذه المرأة التي تصلي في ثياب ربما ينكشف منها بعض قدمها أو ينكشف منها بعض ذراعها، فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فقد ذهب جمهور الفقهاء، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، إلى أن ثياب المرأة في الصلاة ينبغي أن تكون ساترة لجميع البدن إلا الوجه والكفين. أما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله فقد ترخص قليلا وأجاز عليه رحمة الله أن يظهر من المرأة باطن القدم، قال: لأن هذا ملابس العادة وملابس الخدمة وملابس المهنة ملابس البيت. لكن الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله لا أعرف له دليلا يثبت في هذا المقام. بطن اللي هو يعني بطن تلمس به الأرض. نعم، يعني تمام. إذا سجدت تمام. ربما يظهر وليس بطن الكعب. القدم، ما هو بطن القدم فيه العقب. نعم، لأن الكعب هو العظمتان التي أتان اللي هي على جنبي الكعب، اللي بتسميه إحنا لفظ كده عمي لا أذكره الآن. فالشاهد انه باطن القدم رخص ابو حنيفة في ظهوري، وقال هذا يعني مما تدعو الحاجة الى ظهوري، او هو يعني ثياب البيت ثياب المهنة. لكن هذا القول الذي ذهب اليه الامام ابو حنيفة لا اعلم له دليلا يثبت. فبقي الامر المحكم الاصح الارجح هو ما ذهب اليه الجمهور، ان المرأة المسلمة لابد ان تستر جميع بدنها في الصلاة، اللهم الا الوجه والكفين. ومن باب الامانة العلمية، فإن الحنابلة في أحد قولي الإمام أحمد عليه رحمة الله حتى لم يرخص في الكفين، بل قال مقولته الشهيرة أن كل ما ورد في الكفين كفي المرأة في الصلاة كل ما ورد فيها صحيح غير صريح،
أو صريح غير صحيح، يعني لا يثبت به حجة. يعني أقصد أقول أنه هناك حتى تحفظ في مسألة الكفين، لكن خلينا نتنازل على قول الجمهور ونقول لا يجوز للمرأة المسلمة إذا صلت أن ينكشف عنها شيء من بدنها قاطبة إلا الوجه والكفين فقط، بهذا تصح صلاتها. يعني أما تصلي، إذا تصلي في شراب مثلا، طبعا إذا كانت تلبس ثيابا ربما تكون قصيرة نسبيا فعليها أن تلبس جوربا ساترا لما يمكن أن يتكشف منها إذا ركعت أو سجدت. والأحفظ من هذا والأحشم أن تتخذ لنفسها لباسا للصلاة. يعني اعتادت المرأة المسلمة في كثير من بلدان المسلمين أن يكون هناك ثياب خاصة للصلاة، اللي بيسموها عباءة الصلاة، أصبحت الآن متيسرة وصار منتشرة ومنتشرة، ويمكن أن تجب عنها هذه النقائص وتحفظ لها صلاتها وتحشم لها بدنها وتستر لها جميع البدن اللهم إلا الوجه والكفين. هذا بالنسبة للمرأة. أنا ألاحظ كثيرا بعض الشباب خاصة الذين يرتدون الملابس على الموضة، يعني ممكن يبقى الملابس ضيقة للغاية وظهره يتكشف وهو ساجد أو راكع، ما حكم هذه الصلاة؟ أولا إن كانت الثياب ضيقة خاصة في منطقة عورة الرجل وهي من سرته إلى قدميه، فإن الإمام الشافعي مثلا عليه رحمة الله كره كراهة شديدة أن يصلي الرجل في ثوب ضيق يجسد عورته، العورة المغلظة، في هذه الحالة تكره الصلاة جدا، يعني يكره له هذا اللباس في الصلاة جدا. يعني أخشى أن يكون الإمام الشافعي قد ذهب إلى بطلان صلاته، لكنه لم يذهب عليه رحمة الله، إنما الصلاة صحيحة مع الكراهة الشديدة أن يكون يلبس ثيابا ضيقة في منطقة العورة المغلظة. أما إذا كانت الثياب ضيقة من أعلى، من النصف الأعلى من البدن، بيلعب حديد أو نعم، إن كان يلعب مصارعة أو يلعب حديد أو هكذا كانت ثيابه على بدنه، فإن هذا لا يضر من ناحية الصلاة. وإن كان هذا ليس من تمام المروءة للرجل أن يلبس هذه الثياب الضيقة، لأنها فيها محاكاة وفيها تشبه لغير المسلمين وفيها تشبه إلى هذه الموضات التي ترد علينا، حتى لما يعني تقف عند حدود موضة زي النساء إنما تعدتها إلى الشباب أيضا. إنما بالنسبة للصلاة ما دام اللباس ساترا جميع البدن غير ضيق عند منطقة العورة المغلظة فإن الصلاة فيه جائزة. أما إذا كان المقصود بظهور بعض الظهر أنه يظهر شيء من ظهره لقصر الثياب عليه من أعلى من فوق، اللي هو القميص الذي يرتديه أو التيشيرت الذي يرتديه، فإن ظهور شيء من الظهر لا يفسد الصلاة. هذا لا يفسد الصلاة لأن الظهر ليست من العورة. أما إن كان المقصود أنه يظهر شيء من العجز وهي العورة المغلظة الخلفية، فإن هذا حينئذ يدخل به في منطقة خطرة، لأن من شروط صحة الصلاة أن يكون ساترا للعورة تماما، وعورة الرجل بالطبع معروفة. ومن هنا أقول يحذر شبابنا أن تكون ثيابهم قصيرة حتى تكشف عن أعلى العجز، وبالتالي يكون هذا كشفا لجزء من عورته فيخشى حينئذ على صلاته من البطلان. أما إن كان الظهور من أعلى هذه المنطقة يعني من الظهر فإنه إن كره عادة لكنه لا يضر صلاته والله أعلم. جميل شيخنا الكريم، تنبيه للمشاهدين، الأرقام موجودة على تظهر على الشاشة، وليس شرطا الاتصال يكون في نفس موضوع الصلاة، ده برنامج فتاوى واستقبال اتصالات وفتاوى المشاهدين، وهو برنامج تفاعلي معمول خصيصا من أجل لو في فتوى هنا أو هناك، ومشايخنا الذين معنا من علمائنا الثقات أحسبهم جميعا على خير ولا أزكي على الله أحدا سبحانه وتعالى وعز وجل. أي استفسار، أي سؤال، أي أحد يحب أن يطرحه على فضيلة الشيخ شعبان درويش خلال الحلقة لا بأس، أيضا لو كان في عن طريق الاس ام اس الرسائل القصيرة لا بأس، وعن طريق صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، أسأل الله عز وجل القبول والتيسير. شيخ الكريم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول وفي العمل. في ظاهرة في السجود وخاصة نلمحها كثيرا، أن بعض الناس لا يؤدون الطمأنينة في الصلاة، ربما يصلي أحدهم صلاة المسيء في صلاته، يركع ويسجد كأنه ينقر الحب، وهذا يظهر في كثير من المساجد.
أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا الأمر غاية في الخطورة, لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة, عدها الفقهاء ركنا من أركان الصلاة, وقد اعتمد الفقهاء في هذا على حديث المشهور ورد في الصحيحين وغيرهما, ألا وهو حديث الرجل المسيء في صلاته. هذا رجل دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الناس فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي, مع أن الرجل صلى فعلا ركعتين وأدى الصلاة ولكنه لم, هو صلى ركعتين حسب علمه حسب فعله. فرجع الرجل فأعاد الصلاة ثانية ثم جاء فسلم, فرده النبي قائلا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل فصلى الثالثة ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غيرها, فعلمني أنا لا أحسن إلا هذه الصلاة التي توقف نأخذ عادل ونقف عند كلمة فعلمني, لأن مطلوب جدا أن يتعلم الإنسان أمور دينه ودنياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عادل. أيوة باشا. السلام عليكم, تفضل أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. مرحبا بك. تفضل حبيبي. أتصل؟ لا أنت على الهواء مباشرة, تكلم تكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل. لو تكرمت يا أخي الفاضل ممكن أسأل الشيخ سؤال لو سمحت. ربنا يفضلك الشيخ يسمعك. الله يبارك فيك. والله عايزين نعرف الحكم الشرعي. الله يبارك فيك, ما اخذ اني اراك في التلفاز ان شاء الله. ارى اود ان اسال الشيخ سؤالا على العمل في احد البنوك. العمل في احد البنوك, انت تتحدث عن العمل في البنوك, واضح السؤال. وان كان الاتصال قد انقطع عاود الاتصال لو في شيء تريد ان تضيفه على سؤالك, اسال الله عز وجل التيسير. وياريت اللي بيكلمنا في الهاتف من خلال التلفاز يوطي التلفزيون عشان في وقت بتاع 15 او 20 ثانية فرق يعني ارسال, فهو عبال ما الصوت يعود اليه ويسمعنا بيتكلم ويسمع نفسه فبيتأخر, فما بيبقاش فيه تواصل دائم بيننا, فهو يغلق التلفاز او يبتعد عنه تماما ويتكلم من خلال التليفون. اشكركم جميعا. أم أحمد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أم أحمد, نوطي التلفزيون من فضلك. أيوة لو سمحت. أيوة أنا وطيته خالص. تمام تسلمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لو سمحت بس ممكن أسأل عن الشيخ حاجة. الشيخ يسمع حضرتك, تفضلي. والله لو سمحت أنا والدي يعني رحمه الله هو ما كانش بيصلي, وقبل ما يموت ربنا يعني اكرمه بمرض السرطان وكده الحمد لله. وبعدين انا يعني انا لسه نشوف نعرف حاجه, انا عايزه ننتي حاجه ليه الا ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويسامحه ان شاء الله. فانا عايزه اعرف اعمل ايه ليه, يعني انا والله بعمل كل حاجه وكل حاجه صالحه وصالح الناس وبعمل كل حاجة والله ربنا بيأمرني بيها والله, وحتى لو في حاجة كانت وحشة فيها أنا بصلحها شقدر ربنا يرحمه ويغفر له. وبعدين أنا حاسة إن أنا مقصرة معاه رغم يعني كل اللي حواليا وهو نفسه ميت وراضي عني, بس أنا حاسة إن أنا مقصرة برضه. يا رب يرحم والدك ويرحم جميع أبائنا وأمهاتنا ويشفي. آمين يا رب العالمين. آمين. في سؤال ثاني يا أم أحمد, ربنا يرحمه. شكرا. لا يا رب اللهم امين يا رب العالمين. عايز بس اعرف الله يجزاك خير, اعرف بس اللي ايه اللي انا اعملكم يعني. حاضر حاضر, جاوبك يا شيخ ان شاء الله تعالى. شيخنا الكريم, امور التعلم في الصلاه بعد كده فصلي. ارجع فصلي فانك لم تصلي. نعم. قال لا احسن غير هذا فعلمني. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه, اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا بفاتحه الكتاب ثم اقرا ما تيسر معك من القران الشاهد ثم اركع فاطمئن راكعة ثم ارفع فاطمئن رافعة ثم اسجد فاطمئن ساجدة ثم اجلس بين الساجدتين فاطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعد الفقهاء الاطمئنان شرط ركن من أركان الصلاة, وبالتالي إذا أهدر هذا الركن فإن هذه الصلاة تكون حينئذ قد ضيعت.
ولذلك تعظيم كأنه لم يصلي كأنه لا يرجع تصلي فإنك لم تصلي، يعني كلام النبي واضح عليه صلى الله عليه وسلم. يؤكد هذا المعنى حذيفة رضي الله عنه مر على رجل، كما ورد هذا الحديث في صحيح مسلم، أنه مر على رجل يصلي بين ساريتين ينقر الصلاة كنقر الغراب، يعني سريع، الله أكبر سمع الله لمن حمده، الله أكبر كده سريع. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا هذا من كم تصلي هذه الصلاة؟ قال من كم سنة؟ قال: منذ 40 سنة. فقال حذيفة: منذ 40 سنة ما صليت. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الاطمئنان ركن يجب وجوبا أن يحافظ عليه المصلي. إذا قرأ الفاتحة يحافظ على الاطمئنان، فيقرأ بتأن ويقرأ بتدبر وحضور قلب وتفهم وتعقل، وإذا ركع أيضا يركع مطمئنا على الأقل، كما قال جمهور الفقهاء يسبح 3 تسبيحات على الأقل. وكذلك إذا رفع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وهو ما زال مستو قائما، حتى يحقق الاطمئنان القدر الأدنى من الاطمئنان، ثم يسجد أيضا فيحافظ على الاطمئنان في سجوده وفي جلسته بين السجدتين، وكذلك في تشهده، حتى تعتبر هذه الصلاة صلاة تليق بمقام الله عز وجل. الإمام ابن الجوزي رحمه الله رأى رجلا يصلي هذه الصلاة العجيبة، الصلاة اللي هي يحذفها حذفا ينقرها كنقر الغراب، فقال الإمام ابن الجوزي: كلمة تتفطر لها السماوات والأرض. قال: يا هذا هذه صلاتك؟ هي دي صلاتك؟ قال: نعم. قال: إذن إما أن تبحث لصلاتك عن معبود يقبلها، وإما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك وهو الله. يا الله، معنى أدهم، ربنا يرزقنا الهداية والفهم والقبول والإخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل أخي الكريم. والله أسأل الشيخ سؤال كده، يعني واحد زميلي أو واحد صاحبي وقع في ضائقة يعني جامدة جدا، أو كمالية نعم ايوه الحمد. فطبعا جه فساب البيت وساب اولاده ومثلا راح في مكان معين، يعني مثلا في البلد يعني ماشي. طب سابهم يعني ايه؟ سابهم تخلى عن مسؤولياته؟ تخلى عن مسؤولياته نعم، وسابهم ومشي. وبعدين بعد فتره كده من الوقت اتصل بامراته قال لها مثلا ايه، انا ممكن نطلع عشان ناخد المعاش بتاع ابوكي مثلا وكده وبتاع على الورق يعني ماشي. فحصل كده، بعت لها جواب بس مطلعها وكده ماشي. وبناء عليه صرفت المعاش بتاع ابوها. فده جاي اليومين دول يقول لها مثلا ما طلقتكيش وكده وبتاع، فمش عارف ايه حكمها يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. هو طلق رسمي عند طلق رسمي يا استاذ ادهم، او اطلق رسمي ماشي عند... لكن هو طبعا عشان معاش رسمي صحيح. يبقى اطلق بورق عند مأذون. امال ازاي يقول لها ان ما طلقتكيش؟ لا، هو بعت لها جواب ان طلقها، هو بعت لها جواب بس يدوي ماشي. وبعت لها جواب يدوي. امال هي صرفت المعاش ازاي؟ لا اله الا الله ما شاء الله. ما هي بقى كده عملت طبعا بناء على الجواب بتاعه دوت، المحامي عمل شغل واخدها حضرتك وطلعها رسمي ماشي، وصرفت المعاش. فدلوقتي بيقول لها ان انا مثلا ايه ما طلقتكيش وكده، ونرجع لبعضنا عادي يعني مفيش مشكله. واخدين حضرتك فيا؟ قالت له لا ما ينفعش. هي على حق ماشي؟ تمام، شفنا هيجاوب. ايوه حاضر. اشكرك يا استاذ ادهم، ربنا يتوب علينا ويهدينا، امين يا رب العالمين. شيخنا الكريم، كان اخونا عادل بيسال سؤال الحكم في عمل احد البنوك. نعم، هو بالطبع يسال عن البنوك الربويه، لكن ما اعتقد ان السؤال عن البنوك التي فيها معاملات اسلاميه وهيئه رقابه شرعيه وكده. اما العمل في البنوك الربويه فحرام قطعا، خاصه اذا كان عمله متصلا اتصالا مباشرا بالعمليه الربويه، كان يكون صرافا على الخزينة، كان يكون ماسك الحسابات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. سلم يا رب. يبقى في عمله ويبحث عن عمل آخر ولا يترك مباشرة؟
يعني الله عز وجل لما فتح أمامنا الباب على مصراعيه لعفوه ورحمته وكرمه قال من يتق الله، يعني أولا يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإحنا لا نريد أن نعكس، نطلب المخرج قبل أن نتقي، لا إحنا نتقي الأول ثم بعد ذلك نلجأ إلى البحث عن عمل، وهو إن كان صادقا في بحثه عن عمل يسد حاجاته وأهله فإن شاء الله عز وجل الله تبارك وتعالى لا يضيع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن علينا أولا أن نتقي الله عز وجل وأن نكون وقفين عند حدود الله تعالى. ومن ترك شيء لله عوضه نعم. الله خير منه. نعم. أم أحمد ربنا يرحم والدها لم يكن يصلي، وقبل الموت أصيب بمرض شديد وربنا يعافيه، يعني يجعله في ميزان حسناته ويكون مكفرا لذنوبه، ولكنها تعمل من الأعمال الصالحة الكثير والكثير وتدعو له بالمغفرة، فتسأل عن حال والدها. أولا نحن نسأل الله عز وجل لجميع أموات المسلمين الرحمة والمغفرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحقيقة ترك الصلاة خطر عظيم وكبيرة من أبشع الكبائر، وإن كان أهل العلم اختلفوا في حكم تارك الصلاة، فذهب الحنابلة غاية التشدد والتمسك بظاهر النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب، خاصة قوله عليه الصلاة والسلام إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فذهب الحنابلة إلى أن تارك الصلاة يكفر ويخرج بذلك من الملة سواء تركها جحودا أو إهمالا أو كسلا، ولكني أعتقد صواب ورجحان ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا تركها جحودا وإنكارا قطعا قولا واحدا يكفر ويخرج من الملة، لكن إذا تركها هملا وكسلا واستخفافا بأمرها فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر يرجى له الرحمة والمغفرة. ومن هنا يأتي دور هذه المرأة، هذه البنت التي نسأل الله عز وجل أن يعينها وأن يوفقها إلى أن تهدي إلى والدها كل ما استطاعت من القربات، بدءا من الدعاء والاستغفار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ومرورا بالصدقة، والصدقة جائزة عن الميت بإجماع المسلمين، وكذلك سداد الدين عن الميت جائزة أيضا بإجماع يعني المسلمين. نتواصل ونكمل إجابة سؤال أخت أم أحمد. طيب شيخنا الكريم مشاهدينا الكرام معنا فاصل قصير وابقوا معنا، سنعود إليكم بإذن الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل بعد هذا الفاصل، ولسه معانا بقية أو اكتمال سؤال الأخت أم أحمد. ربنا يرحم والدها ويرحم أبائنا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. هي تعمل الأعمال الصالحة، وهي ذكرتني وهي تتحدث فضيلة الشيخ شعبان ربنا يرضى عنه عنك وعنها وعن المسلمين جميعا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكما نتعلم منكم ومن مشايخنا إن الولد مش معناه الذكر، معناه نعم. المولود نعم. ذكرا كان أم أنثى نعم. فهي تعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تعمل عمل صالح وهي ثمرة أبيها. يعني جيد، هو البر بالأبوين بعد الموت أولى وأعظم من برهما في حياتهما، لأن البر في الحياة إطعام وسقيا وكساء وحاضر ونعم،
إنما البر بعد الموت، الميت أحوج ما يكون إلى هذا البر، خاصة إذا كان البر الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين. وقد ذهب جمهور الفقهاء إمام أحمد والإمام أبو حنيفة وغيرهما إلى أنه يمكن إهداء جل القربات بل كل القربات إلى الميت كالصوم مثلا، لورود الحديث بذلك عن عبد الله بن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت يعني ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ فقال أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت أجل. قال فدين الله أحق بالقضاء أو أحق بالوفاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز أن نصوم عن الميت خاصة إن كان عليه صوم. الصلاة الفريضة لا أنا أتكلم عن الصيام. الصيام, الصيام والزكاة والحج أو العمر. نعم يمكن أيضا أن نحج عن الميت حجة الفريضة بل حجة التطوع أيضا وكذلك العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل لبيك اللهم عن شبرمة. من شبرمة؟ لم يسأل ولم يستفسر في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترط عليه فقط حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وفي الحديث أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت أجل. قال فدين الله أحق بالوفاء أو اقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز أن نحج عنه، يجوز أن نصوم عنه، يجوز أن نعتمر عنه، يجوز طبعا الدعاء والاستغفار والصدقة، كل هذا جائز عن الميت، لم يختلفوا إلا في شأن الصلاة المفروضة، وقد ذهب الجمهور إلى المنع منها للمكتوبة المكتوبة للقول عليه الصلاة والسلام عند الإمام الدارقطني لا يصلي أحد عن أحد. وإن كان الإمام ابن حزم عليه رحمة الله ناقش الجمهور نقاشا لطيفا يعني يمكن أن نرطب به نفوس المشاهدين، وكأنه يرى أنه لا بأس حتى أن يصلي عن الميت، فقال أنتم تمنعون الصلاة عن الميت؟ قالوا نعم نمنع الصلاة عن الميت. قال أتجوزون عنه الحج والعمرة؟ قالوا طبعا نجوز. قال طيب هو إذا طاف بالبيت طواف الحج أو العمرة يطوف عن من؟ قالوا عن الميت. طيب النبي يقول إنما الطواف صلاة. طيب إذا انتهى من طوافه وصلى ركعتين خلف المقام سنة الطواف كما هو معلوم، هو الآن يصلي عن من؟ قالوا يصلي عن الميت. قال طب هو بيصلي عنه. فالشاهد أنه كل القربات جائزة عن الميت يجتهد فيها الأحياء. هو توسع في المسألة. نعم هو توسع. نعم كل القربات جائزة أن يتصدق بها وتهدى إلى الميت، خاصة من أوليائه لقول عليه الصلاة والسلام ولد صالح يدعو له، ونكل أمر المصير بعد ذلك إلى الله عز وجل. يعني هي تسأل تقول أنا أريد أن أطمئن على والدي، أنا أقول افعلي ما تيسر لك، ما استطعت من جهد في إهدائه القربات المستطاعة لديك، وأما المصير فهذا إلى الله عز وجل. نحن نعمل أعمالنا لأنفسنا ولا نضمن يعني قبولا من الله تبارك وتعالى، إنما نرجو من الله عز وجل القبول ونرجو من الله المغفرة ونحسن الظن بالله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلى. يعني ربنا يرضى عنها ويبارك فيها ويرحم والدها وتستمر في العمل الصالح وربنا عز وجل. أي نعم بقيت نقطة في الحقيقة موضوع المرض. نعم إنه هو أصيب بمرض ألا يكفر المرض؟ نعم معلوم طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل يا رسول الله هذه الأمراض، حديث أبي عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال يا رسول الله هذه الأمراض ما لنا فيها؟ قال كفارات، يعني كفارات للذنوب والخطايا. وفي حديث عائشة ما أصاب المسلم هما ولا نصبا ولا وصبا إلا كفر الله بها من خطايا حتى الشوكة. فكل هذه الأمراض إنما هي ابتلاءات يرفع الله عز وجل بها الدرجات ويمحو الله عز وجل بها السيئات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مرض هذا الرجل كفارة له ومحو لسيئاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. ونحن ندعو له ولجميع أموات المسلمين وجميع مرضى المسلمين بالشفاء، اللهم أمين. أدهم المتصل الأخير وأسأل الله عز وجل أن يحفظه، ويسأل عن أخ له في الله، عن صديق له
وقع في ضائقة مالية فترك بيته وأبنائه وعاد إلى بلدته، ولكنه بعد ذلك تحايل مع امرأته أن يطلقها للحصول على معاش والدها. وبعد ذلك بعدما صرفت أو يعني حصلت على المعاش قال لها أنا لم أطلقك، فما حكم ذلك؟ أولا هذا السؤال ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول، هل يجوز أن يحتال للحصول على ما لا نستحق من مال موهوب من ولي الأمر؟ الجواب لا يجوز. ولي الأمر اللي هو الحاكم، ولي الأمر اللي هو الدولة. الدولة، الدولة وضعت شروطا للمستفيد من المعاش والضمان الاجتماعي. هذه الشروط ليس منها أن تكون امرأة يعولها رجلها زوجها ثم تحتال هذه المرأة بحيلة ورقية أو شفوية أو غيره لتنال جزءا من هذا المعاش أو كل هذا المعاش. هذا سبيل باطل للحصول على مال باطل، والله تبارك وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا مال لا يجوز أن يحتال عليه، ولا يجوز أن يحتال على ولي الأمر لنتخطى هذه الشروط التي وضعها ونحتال لنحصل على شيء من هذه الحيلة. أصلا لا تجوز. فهذا ابتداء يتحايل على الآخر كي يأخذ ما عنده من المال، هذا لا يجوز، خاصة في باب استباحة الأموال. صحيح. أنت تستحل هذا يدخل المال، يدخل في باب الغش. في الغش والتدليس والاختلاس، يمكن أن يكون مالا مختلسا لأنه يعني اختلسه خفية بطريقة خفية أو بطريقة فيها الاحتيال. فهذا ابتداء لا يجوز، وهذا مال محرم لا يجوز للمسلم أن ينتفع به ولا أن يكتسبه. الأمر الثاني أنه لما أراد أن يحتال احتال بتطليق زوجته، وبالطبع لا يمكن أن يكون الطلاق تم في هذه الحالة طلاقا شفهيا أو بورقة يدوية هو كتبها أو بجواب أو بخطاب أو برسالة موبايل، لأن هذا ما يمشيش عند الحكومة. لازم بحاجة رسمية موثقة رسمية. نعم. ألا وهي وثيقة التطليق لدى الموثق أو لدى المأذون، وبالتالي هو من ذهب ووقف بين يدي المأذون ووقع على طلاق امرأته على الوثيقة الرسمية. هنا ترد المسألة، هل يجوز الاعتداد بالطلاق الكتابي أم لا؟ اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من ذهب لأن الطلاق بالكتابة لا يجوز، يعني لا يقع به الطلاق لأنه لم يتلفظ بالتطليق. وأما الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله فقد ذهب إلى أن الطلاق بالكتابة يقع ما دام الموقع على التطليق يعرف ما يفعل، هو فهمه مدرك. هو فهمه بيمضي على ايه. يعني هو بيوقع الان على ايه، واعتبر يعني هذا التوقيع بمثابة النية. اذا كتابة ومعها النية في التطليق، فاصبح الامران متكاملا، نية وكتابة وتوثيق. بل منهم من ذهب كالاحناف المتأخرين الى ان الطلاق بالكتابة اوثق من الطلاق اللفظي. ليه؟ لأنه فيه إعمال لجوارح أخرى، في إعمال لجارحة النظر يرى ما يكتب ما هو مكتوب في الورقة، في إعمال لمسألة التوقيع وتأكيد هذا المكتوب على لسانه أنه طلق امرأته. إذن هذه امرأة طلقت طلاقا صحيحا رسميا. ينظر في هذه الطلقة، إن كانت طلقة أولى فهذه طلقة رجعية إذا كان الأمر ما زال باقي في العدة، فيمكن أن يذهب حتما إلى المأذون الشرعي ليستخرج وثيقة الرجعة، لأنه مدام طلق بالورق لابد أن يعود إليها بالورق الرسمي. أما إذا كانت العدة قد انتهت، الطلقة رجعية نعم أولى أو ثانية والعدة قد انتهت، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. سو بينكر يقول لا انا ما طلقتكيش، ما هو مفكر الموضوع تم بالاحتيال. انا يعني كنا بنهزر، كنا بنمزح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الحديث، صلى الله عليه وسلم. طب الحديث عشان معنا اتصال. طيب ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، هذا الحديث وان كان عابه المحدثون لكن اخذ به الفقهاء. نعم. ومنها الطلاق. ألا يجوز موقفها من زوجها أو من مطلقها؟ ولكن بعد الأخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة سمحتك عم الشيخ، أنا كنت متصلة من شوية. نعم يا أم أحمد، كنت بتكلمي عن والدك. نعم الله يرحمه. لو سمحت أنا عايزة أعرف عن الشيخ، إن أنا شديدة البكاء، يعني بكي كتير، بس مش بكي على اللي بكى يعني مات، لا أنا بكي علشان توصلة لله سبحانه وتعالى. نعم. فهل هذا يعني ان انا كده يعني بكي على بابا، ولا
انا بتوصل لله سبحانه وتعالى بالشيء ده، انا بتوصل له يعني سبحانه وتعالى. فبقاء جديد شديد جامد وبعدين بقرا القران، انا اقرا القران وابعته له يعني. طيب حاضر يا ام احمد، حاضر حاضر حاضر، ربنا يرحمه، ربنا يغفر له ويسامحنا جميعا. حاضر، بس نكمل سؤال الاخ ادم ادهم. هي ماذا تصنع هذه المطلقة وهذه الزوجة التي الزوجة الآن مطلقة طلقة رسمية لا تسمع إلى احتيال زوجها عليها، هو الآن يحتال عليها كما احتال أولا، فلا ترجع إليه إلا ببينة رسمية. ينظر في هذه الطلقة إن كانت أولى أو ثانية بقيت لهم طلقة أو طلقتان، أما إن كانت هذه الطلقة التي تمت هي طلقة ثالثة خلاص انتهى الأمر، لا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا أراد الرجعة والطلقة رجعية يعني كانت اللي تمت دي أولى أو ثانية، عليه أن يذهب إلى المأذون في وجود اثنين من الشهود ثم يرد هذه المرأة بوثيقة جديدة حتى تستقيم حياتهما إذا كانت العدة ما زالت باقية. أما إذا انتهت العدة والطلقة كانت رجعية اللي هي تمت دي، يبقى في هذه الحالة عليه أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، مع الوضع في الاعتبار أن الطلقة التي تمت محتسبة عليهما من ضمن الطلقات الثلاث المعروفة للرجل على امرأته. نعم، يعني حسبت الطلقة أيا كان بقى الأولى أم الثانية أم الثالثة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أم أحمد عادت واتصلت من جديد، هي شديدة البكاء، وهذا لأنها تتوسل إلى الله عز وجل ببكائها هذا أن يغفر وأن يرحم والدها. هذا جيد. البكاء على الميت نوعان، إما أن يكون بكاء الجزع والسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره وعدم التصبر على مصيبة الموت، هذا ممنوع، وهي قالت ده مش حاصل، هذا ممنوع ومحرم. أما إذا كان البكاء بكاء الرحمة أو بكاء التوسل إلى الله عز وجل، التخشع بين يدي الله عز وجل، فإنما النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى ودمعت عيناه عليه صلوات الله وسلامه لما بلغه خبر وفاة إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام، حتى قال قائل الصحابة وأنت تفعل هذا يا رسول، أنت تبكي أيضا يا رسول الله؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، إن لله وإن إليه راجعون. فما دام بكاء هذه المرأة بكاء التخشع، بكاء التوسل لله عز وجل، بكاء الخشوع بين يد الله وهي تلهج وتلح في الدعاء أن يرحم الله والدها، فإن هذا شيء محمود لا بأس به. لكن أنبهها ألا يعني يطول هذا الأمر بها طويلا حتى لا تتسبب في إضفاء يعني نوع من الحزن والاكتئاب الدائم على أسرتها على زوجها على أبنائها، لأن هذا مما يتضجر منه الزوج لو طالت المدة طويلا، أو أن تجعل هذا في صلواتها وخلواتها وليس بين أبنائها وبناتها وزوجها حتى لا تطفي هذه الروح الحزينة على الأسرة، يعني لألا تظلم الآخرين معها. أما هي فنسأل الله أن يتقبل منها قراءة القرآن وأنها تجعل هذا على روح والدها. قراءة القرآن منع منها من ناحية إهدائها للأموات، منع منها الشافعي ومالك عليهما رحمة الله لقوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ولقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يذكر النبي قراءة القرآن. والمانعون يقولون لم يرد عن السلف الصالح من صحابة أو تابعين أنهم كانوا يقرؤون ويهبون القرآن لأمواتهم. أما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يا إخوة يا أخوات، كتب الفتاوى جزء الفتاوى جزء 24 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام اللي هو كتاب الجنائز، وكذلك الإمام ابن القيم هو اختياره أيضا في كتاب الروح للإمام ابن القيم، ودول أئمتنا وأئمة السلف المتمسكين بالسنة الضاحدين للبدعة، ومع ذلك فقد اختار ابن القيم وابن تيمية مشروعية أن يقرأ القرآن وأن يهدى ثوابه إلى الأموات. وقال الإمام ابن القيم إنما ورد في شأن الحج
وما ورد في شأن الصوم وما ورد في شأن النذر، فكل هذه على سبيل المثال، وإلا فالقرآن قربة كالنذر، القرآن قربة كالصوم، القرآن قربة كالصدقة، القرآن قربة كالعمرة، القرآن قربة كالحج، سواء بسواء. فأجازه الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، واختار هذا الجواز ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في جزء 24 من الفتاوى، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الروح. أنا أذكر القول والقول الآخر حتى يستبين لإخواننا أن المسائل العملية فيها الأقوال المتعددة، بسبب أن الأدلة الشرعية الواردة عادة في المسائل العملية أدلة ظنية، بعضها ظني في ثبوته. هذا الاختلاف في توسع. نعم، هذا نوع من التيسير على الأمة، لأن الأدلة جاءت ظنية وليست قطعية. هم لم يختلفوا في قطعيات المسائل، ما اختلفوا في ظنياتها. الدليل إذا كان وهذا قطعيا، رحمة بالأمة. نعم. الدليل إذا كان وروده قطعيا لا يختلف عليه، أما إذا كان ورود الدليل ظني بيختلف عليه الحديث. هي تفعل أنا لا أمنعها. نعم تمام، هي تفعل إقراء القرآن على روح والدك ولكن القرآن وليس الفاتحة. والله بمناسبة مدام ذكرت ليس الفاتحة من القرآن يا إخوة، ليس هناك حرج أن نكون على مسألة يترجح لنا حكم فيها، ويكون مثلا غيرنا كالصوفية عندهم هذه المسألة مشهورة فنتشابه نحن معهم في مسألة، هذا ليس خطأ. لأن الإمام أبي حنيف عليه رحمة الله، وهو من جوز قراءة القرآن على الميت، قال وأحب القرآن إلي الفاتحة. ليه؟ قال هي فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام أحمد عليه رحمة الله، فقد ذكر الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى أن الإمام أحمد قال وأحب القرآن إلي، يعني يقرأ عن الميت، آية الكرسي، لأنها أعظم آية في كتاب الله، وقد ورد الحديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا. جزاك الله خير شيخ شعبان، أنا مستمتع جدا وحضرتك تتحدث في المسائل. العلم رحمة من الله عز وجل. نعم. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا. اللهم أمين يا رب العالمين. الأسئلة الخاصة بإخواننا المتصلين قد انتهت، ولكن معي بعض الأسئلة، ولكن إن كانت هناك بعض الاتصالات أستاذ أيمن فلا بأس إن كان هناك وقت. بلغت من العمر، هي تسأل وتقول بلغت من العمر 50 عاما ودورتي الشهرية غير منتظمة، فهي تسأل ماذا أفعل في الصلوات طبعا والعبادات. نعم، إن كانت المرأة دورتها غير منتظمة، يعني تتقدم أحيانا وتأخر أحيانا، أنا أشعر أن السائلة لأنها اقتربت إلى سن 50، فهذه المرحلة السنية من 45 إلى ما فوق، هذه سن مرحلة اليأس التي تبلغها المرأة، وعلامة هذه المرحلة اضطراب الدورة الشهرية عادة عند النساء. أما قبل ذلك أعتقد أن الدورة لم تكن مضطربة، وفي هذه الحالة نقول أنت مع دورتك التي اعتدت عليها طول فترتك السابقة، هي معتادة كل شهر بتيجي يوم واحد، خلاص يبقى احنا دورتنا الشهرية كل شهر معتادة يوم واحد. لو تأخرت يوما أو قدمت يوما، هذا التقديم في يوم أو التأخير في يوم هذا شيء لا يضر، إنما افترضوا جدلا أنها تأخرت أسبوعا أو 15 يوما، وهذا يحصل في مرحلة ما اقترب سن اليأس من المرأة، هذا يحصل والأطباء يدركون هذا ويعلنون هذا تماما. فإن تأخرت فنحن مع هذه الدماء التي تنزل على المرأة في هذه المرحلة المضطربة، لأنه إحنا بنتعرف على الدورة الشهرية بعلامة من 3، إما موعدها الثابت المعتاد، فكل دم وقع على المرأة في نفس الموعد الشهري فهو دورة شهرية. إذا جهلنا هذا واضطرب الموعد، تأخر مثلا أسبوع أو أسبوعين، ننتقل إلى التعرف على الدم بعلامة أخرى، ألا وهي قول عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود يعرف، فتتعرف على لون الدم اللي نزل بعد أسبوعين 3 من اختلاف الدورة. إن كان هذا الدم النازل لونا أو رائحة هو نفس الدماء المعتادة في الحيض الشهري سابقا في السنوات الماضية، فهي حيضة تعتد بها كما كانت تعتد. افترضي جدلا ان احنا حتى اللون والرائحة اضطرب عليه، يبقى بقيت العلامة الثالثة. العلامة الثالثة طب نعرفها بعد الاتصال. اتفضل استاذ سعيد عشان ما نطولش عليه. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل معنا اخونا الكريم استاذ سعيد؟ استاذ سعيد السلام عليكم.
اخي الحبيب اسعد الله حياتك. طب لو مش معانا عاود الاتصال يا استاذ سعيد، جزاك الله خيرا. العلامة الثالثة في حال الاضطراب ان ترضخ للامر الواقع، بمعنى هي طاهر ما لم ينزل عليها دم. طالت الفترة اسبوعين ما فيش مشكلة، طالت اكتر 3 اسابيع فترة الطهر ما فيش مشكلة، شهر ما فيش مشكلة، شهر ونص ما فيش مشكلة، شهرين ما فيش مشكلة، لان احنا في مرحلة اضطراب ما قبل سن اليأس. وفي هذه الحالة ترضى بالامر الواقع، ترضخ له، فمتى نزل عليها الدم تبدأ تشوف لونه ورائحته. ان كان لون الدم ورائحته هي ما اعتادت عليه سابقا فهو دورة وحيضة. اما اذا كان لون الدم ليس كما كان معهودا من قبل، افرض دم يعني مختلف اللون مختلف الرائحة، فربما تكون هذه استحاضة او نزيف بسبب التهابات او بسبب شيء من هذا القبيل. حينئذ في هذه الحالة الثانية اختلاف لون الدم عما كان عليه سابقا، عليها ان تعرض نفسها على الطبيبة المختصة فهي التي تقرر لها ما شاء. جزاك الله خيرا. نعم. هل يصح الوضوء مع طلاء الاظافر والحناء وزيت الشعر؟ اما الحناء فلا بأس، لان الحناء لا تسد مسام الجلد ولا تسبب طبقة على الكف او على الموضع الذي وضعت فيه. اما طلاء الاظافر فالان اصبحوا ما شاء الله اخترعوا طلاء اسلامي يسمونه، لا اصبح اشبه بالحناء. لكن اذا تكلمنا عن طلاء الاظافر المعتاد فهو يعطي طبقة اشبه بالبلاستيكية على الاظافر، وفي هذه الحالة إذا توضأت المتوضئة وهذا الطلاء على أظافرها فوضوءها باطل. يعني لو في طلاء الطلاء المعهود المعتاد اللي بيقولوا عليه منكير والحاجات دي، نعم هذا يسبب بدل ان هي بتقشره، هي بتقشره يعني كده طبقة زائلة او عازلة، نعم فيعطي طبقة بلاستيكية عازلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لمح قدر موضع ظفر في كعوب الصحابة أعقاب الصحابة قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، فتوضأوا وأعادوا وضوءهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذا في حالة الطلاء الذي يعطي غطاء وساترا بلاستيكيا بيتأشر كده كما يعني اعتدت عليه النساء، هذا لا يجوز الوضوء به، لأن الوضوء في هذه الحالة سيكون وضوءا باطلا بسبب هذه الأجزاء المستورة التي لا يصلها الماء. أما زيت الشعر إن كان المقصود على الشعر فإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس غسل الرأس، الوارد ليس غسل الرأس وإنما الوارد مسح الرأس. نعم. ثم إننا تعهدنا أن هذه الزيوت عادة زيوت نفاذة لا تبقى كثيرا على المرأة، على شعر المرأة، فتنتظر قليلا. لو انتظرت مقدار الربع ساعة إلى نصف ساعة بعد وضع الزيت وتوضأت، أو عكست توضأت ثم وضعت الزيت، فإن هذا يكون أبرأ لوضوئها. لكن حتى لو وضعت الزيت ثم مسحت على رأسها فإن المقصود المسح وليس المقصود الغسل، ولا أعتقد أن هذه الزيوت تكون كأشبه بالطبقة العازلة، فإن شاء الله يكون وضوئها. بعض النساء يضعن الحناء على الأظافر، ودي بقت منتشرة في نعم. في بعض الأماكن. هل هذه الحناء تكون أيضا عازلة؟ لا، الحناء لا تسبب طبقة عازلة لأنها ليس لها جر ولا تسد مسام الجلد ولا شيء من هذا القبيل، فلا بأس يعني، لا بأس، وهذا خير لها من الطلاء الآخر المعروف يعني. طب ربما يسأل سائل ويقول ما حدود مسح الرأس للمرأة، يعني وهي تتوضأ أو حتى ترفع يعني تتطهر؟ نحن نعلم أنه ورد في مسح الرأس 3 صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسح الكامل وهو ما ورد في حديث عبد الله بن زيد وحمران مولى عثمان، بدأ بمقدم رأسه من هنا ثم انتهى بهما إلى قفاه للآخر بالكفين ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو المسح الكامل، الصفة الكاملة، أكمل صفة، أحب صفة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في صفة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته اللي هي مقدمة الرأس منابت الشعر الأولى، ثم أكمل المسح على العمامة عليه الصلاة والسلام. أشبه بذلك أن تمسح المرأة على مقدمة الرأس ثم تكمل المسح على بقية الخمار، منابت الشعر الأولى. فلو بدأت بهذه المسح لمنابت الشعر ثم أكملت المسح على الخمار
هذا جائز لأن النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا كانت قد ارتدت الخمار وهي متوضئة. لا 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 يشترط هذا. لا يشترط. ليس هذا كالجورب. نعم. ليس هذا كالخف. فإما أن تمسح مباشرة هذا المسح الكامل، تذهب من المقدمة إلى المؤخرة ثم تردهم إلى المكان الذي بدأت منه، هذه الصفة الأكمل. وإما أن تمسح الناصية اللي هي منابت الشعر الأولى وتكمل المسحة على البقية على الخمار. وأما الصفة الثالثة فقد توضأ النبي كما في حديث المغيرة بن شعبة ومسح على العمامة عليه الصلاة والسلام، يعني مسح المسحة الكاملة على العمامة. في هذه الحالة يجوز للمرأة قياسا للخمار على العمامة كما قصه الفقهاء أن تمسح المسحة الكاملة على الخمار. ومن هنا نقول المرأة التي تزيت شعرها يمكنك أن تمسحي على الناصية وتكمل المسح على الخمار، ويمكنك أن تمسح المسحة كاملة على الخمار. كل هذا ورد ثلاث صفات عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن صلى الله عليه وسلم، لكن الخف أو الجورب لابد أن يكون الخف أو الجورب ورد الدليل باشتراط أن يكون أدخلهما طاهرتين. تمام. نعم. تمام. الوقت انتهى شيخ الحبيب. بارك الله فيك. شعبان درويش. الله أعلى وأعلم. ربنا يحفظك ويتقبل منا ومنكم صالح العمل. إن شاء الله حضرتك معنا بكرة في أهل الذكر بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. نلقاكم إن شاء الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمان مع فضيل الشيخ شعبان درويش وأهل الذكر. إذا إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاسألوا